الشرقية وزميلة مينا بشرى. مينا أهلا بك. يعني شواهد تثبت وجود تعزيزات الأمنية بين الجيش والشرطة، وشواهد أيضا للتعاون بين هذه القوات وبين المواطنين في الإدلاء بأصواتهم في هذه العملية. ماذا عن محافظة الشرقية؟ نعم شيماء، إذا تحدثنا بداية عن العنصر الأمني فبالتأكيد هناك استعدادات أمنية كبرى في جميع اللجان العامة والفرعية داخل المحافظة لمتابعة العملية الانتخابية، إلى جانب أيضا استمرار مرور الدوريات الثابتة أو استمرار الدوريات الثابتة ومرور الدوريات المتحركة بشكل دائم بجميع المناطق الحيوية والشوارع الرئيسية، إضافة أيضا بشكل يومي ومتتالي هناك مرور لجميع القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة للتعرف والوقوف على المشهد لحظة بلحظة داخل جميع مقار العملية الانتخابية واللجان الفرعية. ربما مزيد من التفاصيل عن أجواء العملية الانتخابية من داخل مدرسة طلبة عويضة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. معنا الآن لقاء مع السيد المستشار حامد سكر رئيس اللجنة الفرعية رقم 3. سيادة المستشار، في البداية برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك ومرحب بكم. إذا سألت حضرتك في البداية عن أجواء العملية الانتخابية لليوم الثاني على التوالي ونسب الحضور والمشاركة من الناخبات، خاصة أن هذه اللجنة مخصصة للسيدات، نسب الحضور تعتبر معقولة جدا. النهاردة أخف شوية من أمس، يمكن عشان ظروف العمل، وبعد انتهاء العمل النسبة بتزيد شوية، يعني الأمور معقولة يعني. نعم سيادة المستشار، يعني دائما ما كانت المرأة المصرية هي كلمة السر في جميع الاستحقاقات الانتخابية، وهذا ما رأيناه بالأمس واليوم من حضور بارز للمرأة المصرية. لو سألت حضرتك عن الفئات الأكثر حضورا للمشهد الانتخابي خلال يوم الأمس واليوم من المرأة المصرية؟ والله هي نسب متفاوتة، لا في سيدات كبار السن موجودة كتير وفي من الشباب موجودين، يعني ما أقدرش أقول لك نسبة معينة كتير أكتر، ولا في من جميع الفئات يعني. نعم. جميع الفئات العمرية موجودة بتيجي يعني. سيادة المستشار، هناك تعليمات من اللجنة الهيئة الوطنية لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إذا سألت حضرتك عن أهم التيسيرات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، خاصة أن هذه اللجنة بتكون في الطابق الثاني. تمام، هو حضرتك بالنسبة لكبار السن الهيئة الوطنية فعلا في تعليمات، والجيش والشرطة ووزارة الصحة في مسعفين تحت. في الحالات اللي بتقدر تطلع عندنا فوق بتطلع، اللي مش بتقدر انا بنزل شخصيا اخليها تبلي بصوتها واحط الورقه بتاعتها في السد زي ما حضرتك شايف. نعم. طيب اخيرا، ماذا عن المنظمات المحليه والدوليه الخاصه بمتابعه العمليه الانتخابيه داخل محافظه الشرقيه؟ هل حضرتك لاحظت او مر على هذه اللجنه اي من هذه المنظمات؟ في منظمات مصريه كتير جت، وفي منظمات افريقيه، امبارح كان عندنا من الكوميسا والساحل والصحراء، في منظمات فعلا كتير بتيجي، ومعها تصريح من الهيئه الوطنيه بنسمح لها تراقب العمليه الانتخابيه بسلاسه ويسر يعني. نعم. مفيش مشكله. سياده المستشار حامد سكر رئيس اللجنه الفرعيه رقم 3، انا بشكر حضرتك. شكرا لك. شكرا ومرحب بكم. شكرا. مشاهدينا، هذه كانت متابعه سريعه لاجواء العمليه الانتخابيه خلال اليوم الثاني، وهناك استمرار لتوافد الناخبات على الحضور لهذه اللجنه، فهي لجنه مخصصه للسيدات، وان كان كبار السن ما زالوا في صدارة مشهد العملية الانتخابية خاصة خلال الفترة الصباحية، وهناك تيسيرات مقدمة لكبار السن سواء من جانب السادة المستشارين أو من جانب قوات الجيش والشرطة للمساعدة في المرور والدخول حتى الوصول إلى مقر اللجنة الفرعية للإدلاء بأصواتهن في سهولة، وتقديم كافة المساعدات لهن على الاستمرار وعلى القدوم والمساعدة في التصويت في العملية الانتخابية. ربما هذه كانت أبرز المشاهد الخاصة بأجواء اليوم الثاني للعملية الانتخابية من داخل محافظة الشرقية، وعودة إليك شيماء. شكرا لك مينا بشرى من محافظة الشرقية.